معجونين بحب الزمالك، ورغم وجودهم في الأهلي لكن لسه حب القلعة البيضاء بيجري في دمهم، ودلوقتي هما نجوم مع الأهلي ومش أي نجوم، دول في الصف الأول كمان. مفاجأة مضوية بيكشفها نجم الزمالك السابق صلاح سليمان، مش هتصدق اللي قاله، مين هما الزملكاوية اللي في الأهلي؟ جدل كبير يتسبب فيه نجم الزمالك السابق صلاح سليمان بعد ما كشف مفاجأة غير متوقعة عن وجود عدد من لاعبي الأهلي معجونين بحب الزمالك، ورغم وجودهم في الأهلي لكن حبهم للزمالك لسه مستمرة. سليمان اتكلم عن اللاعبة دي بالأسماء وقال في تصريحاته: في لاعبين انتقلوا من إنبي للنادي الأهلي وهم ينتمون للزمالك، محمد مجدي أفشا كان بيحب الزمالك قبل الانتقال للأهلي، وأكرم توفيق كان أهلاوي من البداية، وصلاح محسن برضه، لكن حمدي فتحي انتمائه ما كانش مفهوم. مش بس كده، لكن كمان كشف صلاح سليمان عن مفاجأة من العيار التقيل، وقال: مؤمن زكريا زملكاوي جدا، ولما كان بيلعب في ناشئين الأهلي كان بيحصر لمدرجات الزمالك علشان يشوف الفريق وبيتابع الماتشات، لكن زي ما في لعيبة في الأهلي بيحبوا الزمالك كمان في لعيبة في الزمالك كانوا أهلوية، ورحلهم للقلعة البيضاء كان مفاجأة بالرغم من ميولهم. وقال سليمان: صلاح عاشور كان أهلاوي وانضم للزمالك، محمد ناصف كان أهلاوي هو وأسامة إبراهيم وراحوا للزمالك هما كمان، لكن مش صلاح سليمان بس اللي اتكلم عن ميول اللعيبة سواء في الأهلي أو الزمالك، لكن الفترة اللي فاتت كان في مفاجأة كبيرة من نجم الزمالك السابق خالد الغندور اللي كشف عن إن في 3 لاعبين في الأهلي ومن أساطير القلعة الحمراء وبيشجعوا الزمالك. وقال الغندور في تصريحاته إنه كان بيشجع الأهلي زي أبوه وهو صغير، وحضر مباريات الأهلي في الملعب زي نهائي أفريقيا قدام كوتوكو، لكن في المقابل محمد بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر إبراهيم وأصبحوا أهلوية. ويتكلم كمان الغندور عن إمام عاشور وقال: إمام عاشور كان بيلعب في الأهلي وكل انتمائه الآن للأهلي، والأهلي قوة إعلامية، وإمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك، لكن دلوقتي الكل بيشيد بيه لأنه في الأهلي. إمام عاشور في الزمالك أفضل من الأهلي لحد دلوقتي، وفي الفترة اللي فاتت كان برضو في تصريحات مثيرة من بدر حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اتكلم فيها عن ميول اللاعبين وقال انه لعب للاهلي في بداية حياته مع كرة القدم، وجاء بعده شقيقه شمس حامد بثلاث سنين علشان يكون في صفوف النادي الاهلي، وكان عاشق للفانيلا الحمراء، وان في عدد كبير من اللاعبين لعبوا للاهلي وهم زملكاوية وكان انتمائهم في البداية للنادي الزمالك، وعلى رأسهم الكابتن انور سلامة والنجوم خالد جدلة وعلاء ميهوب وجمال عبد الحميد، كلهم كانوا بينتموا للفانيلا البيضاء لكنهم بدلوا انتمائهم بعد ما لعبوا بفانيلا النادي الأهلي، وإنه كمان لعب في بدايته مع كرة القدم بفانيلة النادي الأهلي لكنه عاشق اللعب للزمالك، وده اللي ساهم في التواجد بالمكان اللي كان بيعشقه وهو نادي الزمالك.